احنا امس في منطقه باب وغشير صراحه شفنا يوم من حق يا ربي، ان شاء الله ربي يورينا ثاني. الناس صراحه عشنا في خلعه امس، نص المنطقه تتعايط الصغار والشباب والعائلات. نطلب من مجرم الحرب انه يسحب قواته ويرجع لرجمته ولا يرجع لمنطقته. فاننا يؤسفنا ان ما حدث يعتبر جرائم كبرى يجب ان تسجل في سجل المحكمه الدوليه وتسارع الى محاكمه هؤلاء، لانهم ضلوا السبيل ولانهم قاموا بالجرم الاكبر، بل انهم يرددونه ويستمرون فيه، وهذا لا يمكن السكوت عليه. المواطنين في ليبيا في طرابلس بالذات اكثر من 40 ولا 50 صاروخ اللي اليوم امس اللي حصل في شرفه الملاحه وفي سوق الجمعه ومطار معتيقه، يعني هذايا طبعا صواريخ عشوائيه، صواريخ الجراد، هذا صاروخ جاهل عشوائي يرمى وين في اي مكان يحصل فيه الصواريخ هذه. ليش ما يقعدوش مع بعض مع الصونيت البازين ويهدروا مع بعضهم؟ واحنا شعب قليل، عرفت كيف؟ مش علبه، خلي الناس كلها تخش فينا، علاش؟